مساء الخير بوصلة حلقة التلات. النهاردة بقى هحاول، يعني أنا مش عايز أشرح كتير وفي تدخلات كتير نفسي أشرحها لكم، بس هتقلب حس التاريخ وأنا ده مش برنامج تاريخ، لكن هيجي السياق المهم فيها، يعني عشان نبقى ده السلطان الآخر واحد أو مش آخر واحد، هو قبل آخر تلاتة بعده، لكن المهم الأخير في الكذبة الكبرى اللي اسمها السلطنة العثمانية أو الخلافة العثمانية أو هذا الوهم الكبير اللي عشناه سنين طويلة على إنه يعني خلافة إسلامية، اللي هو بقى اللي لحد دلوقتي برضو العبيد بيقولوا إن هو سادتنا السلاطين وسادة ومش عارف إيه أسيادنا عبد الحميد وبتاع. وانا هقول لكم مفارقه كده يا رب نلحقها في الحلقه دي، لان بكره عايز اجمع لكم حاجه تانية خالص، حاجه معاصره يعني. هقول لكم مفارقه عملها محمد فريد بيك برضو في الموسوعه اللي احنا بنتكلم عنها دي، الدوله العليه العثمانيه، عن السلطان عبد الحميد. ده بقى اللي طالعين بيه السما بقى، وقال لك كالعاده الكذب المنفوش، انه يعني وقف وش هرتزل ومنع البتاع وانقلبوا عليه لانه ما قطعش اليهود والماسون والحاجات اي كلام، وانه مؤمن ومتقي وورع وجميل السلطان عبد الحميد الثاني ده. خلاص تعالوا احكي لكم الحكايه. السلطان عبد الحميد تولى الولايه 1876 بقى هو الخليفه العثماني، وبقى هو اللي يجمع الاسمين بالمناسبه، هي طبعا من ايام سليم الاول لكن بقت رسمي قوي لان كان بقى في دستور عثماني، فبقى اسمه الوالي أو الباب العالي والخليفة بسلطاته الدينية. ساعتها كانت كل البلاد بدأت فيها تطور وحركات يعني دستورية، وحتى مصر في الوقت ده رفاعة الطهطاوي العظيم نقل لها الفكرة وبدأت تنفذها وكده. كان في سيبكم من ان الدولة العثمانية، خلي بالك بقى ارسم معايا بسرعة كده، مش عايز احكي تاريخ كتير، مش عشان حاجة، عشان لكم الخط الأصلي اللي أنا عايزه. كان في الدوله العثمانيه متفحشه على الفاضي، بلغاريا والصرب وزي ما قلت لكم ومونتينيجرو والبوسنه والهرسك وبحر ايجا كله وجزء من اليونان وقبرص، ومش سايبه حاجه محتله، والمجر هنغاريا. خلاص اوروبا شايفه ان ده زياده عن اللازم وتبجح واحتلالات بدون يعني مش علاقة بالإسلام، انسوا الإسلام زي ما قلت لكم استخدام يعني بيستخدموه العثمانيين. فأوروبا وروسيا من الناحية دي شايفة ان ده يعني، ففي تحرشات يعني. في جالية جوه الدولة العثمانية اسمها جالية الأرمن، مسيحيين أصدقائنا وإخواتنا الأرمن، منهم مصريين منهم لبنانيين ومنهم اللي لسه في أرمينيا. الأرمن المعاملة ونبرة التكفير والنبرة دي بدأت تظهر بمناسبة، كانت باستخدام برضو خطير موجود في كل وقت، كانت باستخدام فتاوى ابن تيمية الحراني. فبدأ بقى انت كافر وكفار، والدولة العثمانية كانت بتضايق قوي من الأقليات، كان عندها مشكلة كتيرة مع الدروز في سوريا ولبنان، كان عندها مشكلة كبيرة مع العلويين، كان عندها مشكلة مع الأرمن، هي عندها مشكلة مع أي حد، اللي هي طبيعة كل خلافة داعشية. 1876 اتولى الأخ عبد الحميد ده، فالأرمن في وسط الإصلاحات الدستورية اللي طلبت كان في واحد اسمه مدحت باشا ده، فأسند إليه المسألة. خلاص فالأرمن كان بيتعامل معاملة سيئة جدا وسيئة خالص وحاجة مأساوية يعني، فطلبوا إنه يكون ليهم بعض الإصلاحات ولو في مناطقهم الصغيرة اللي بيعيشوا فيها للمعاملة الحسنة والحقوق والواجبات. خلاص بعد ما اتعملت الحاجات دي كلها، بصوا في حكايات تانية اللي هي حادثة البنت بتاعت سلانيك دي، معلش مش عايز احكيها. المهم حصل ان بنت العكس بقى كانت عايزة تسلم، فهم حاولوا يقولوا لها لا، فحصل مناوشات فدبحوهم دبح، بس ده عادي يعني. خلاص بعد ما عمل مدحت بيه ده ولا مدحت باشا الاصلاحات الدستورية، جه عبد الحميد من غير سبب نكاية في روسيا، لان روسيا كانت من نوع من التحرش بتقول له دايما لعبد الحميد مكاتبات، خد بالك من الجالية الأرمنية لأنهم بيشتكوا كتير جدا، وده حقهم
بالمناسبة يعني بعيدا ان روسيا تدخلت. المهم عبد الحميد نكاية فيهم وقف الإصلاحات الدستورية ومرضاش ينفذها. خلاص هتشوفوا صوت عبد الحميد دلوقتي، حطوها لكم على الشاشة برضو تبقوا عارفين، لأن الكاميرا كانت طلعت يعني التصوير كان طلع، فهتشوفوا النباهة كلها. ماشي. المهم عبد الحميد عمل حاجة بدل أو بديلة عن مش بديلة يعني، هو كان عايز يخترع كده زي منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة يعني الحاجات اللي احنا فيها دلوقتي، فكان عامل حاجة اسمها الجامعة الإسلامية اللي هي الدول كلها تبع الدولة العثمانية تبقى في بتاع واحدة، وكلها بقى قوانين نابعة من الفقه مش من الشريعة، وحاجات تشديد قوي على الأقليات وقصص مهببة. خلاص. فالأرمن وبقية الأقليات على فكرة الدروز اتبهدلوا. الأرمن حسوا إن في خلاص إن احنا كده بننتهي، لو الجامعة الإسلامية دي هتقر الحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي، اللي هو نرجع بقى لعصر الخراج والجزية والحاجات دي، اللي بالمناسبة اللي في القرآن ملوش علاقة إنه يستمر يعني. بعدين أحكي لكم الجزية في القرآن عشان تقولوا إن ده كلام قرآني وإسلام بيقول إن احنا خلاص عديناه. الجزية في القرآن موضوع تاني خالص غير اللي أنتوا فاهمين، هشرحه وعد. خلاص. المهم روسيا تبعت هو يهمل يعمل، فروسيا راحت ايه لاسباب دي بقى اللي انا بقول لكم ساعتها عديها لان ده تاريخ حكايات كتير. المهم روسيا حربت الدوله العثمانيه 1877، والمهم الاكبر ان روسيا هزمت الدوله العثمانيه هزيمه منكره وهي تستحق. خلاص. فوقع معاهده اسمها سان ستيفانوس، او يعني بالتعربه سان ستيفانو. سان ستيفانوس دي بقى او سان ستيفانو 29 ماده، انا لو قريتهم لكم او عندي يعني الوقت ده لو هنقلبها تاريخ، بس انا مش هقلبها تاريخ، ذل الدنيا والاخره وده جزاء وفاقه زي ما قال القران لظلم وذل العثمانيين فيما مضى للكل. فتذلوا عبد الحميد ده تذل في معاهده ذليله زيه اللي هي معاهده سان ستيفانو، وده نتاج الظلم. 29 بند يا صديقي ما خلاش، خد منهم 3 ارباع الدول اللي في المنطقه الاوروبيه، خد بلغاريا والمجر والصرب ومونتينيجرو. وبالمناسبه كنت قلت لكم امبارح افهموا دي ليكم، مع اني مش هحكي تاريخ برضه، اللي العثمانيين عملوه في البوسنه والهرسك في المسيحيين ساعتها، اللي خلف من بعدها او ولد يعني المد المسلم اللي سكن هناك، عملوا مذابح هي دلوقتي اللي تردت لهم. انا اسف يعني، طبعا هم دول غلابه اللي في التسعينات دول اللي تردت لهم من الصرب والمونتينيجرو في مجازر بوسنة والهرسك التي لا نرضى عنها طبعا في التسعينات القرن الماضي 1995 ل 98. خلي بالك ده له علاقة كبيرة باللي في أول القرن أو في القرن اللي قبله اللي اتعمل، نفس المجازر بس بالعكس. خلاص. المهم خدوا من بوسنة والهرسك ومونتينيجرو الجبل الأسود وكل الليلة وصربيا ومجر واليونان وقبرص كل كسحوهم، وده جزاء وفاق معاهدة سان ستيفانو. خلاص. المهم جزء من معاهدة سان ستيفانو ده يا صديقي إنه كان يعملوا إصلاحات داخلية للأقليات كلها، وطبعا منهم الأرمن. كويس كده. عبد الحميد وافق وقال أنا خلاص أنا ذليل، وده نتاج الظلم زي ما بقول لكم، أنا يعني مش بقول لكم. المهم يعني في 78 بعديها بسنة بريطانيا كقوة عظمى بقى في الغرب مش روسيا قالت طب ما كده روسيا وخدت كل حاجة، خدت كل المصالح وكل جمهوريات الشرق اوروبا اللي هي على فكره بعد كده بقى ليها علاقه كبيره، افهموا تاريخ يعني، ان الجمهوريات دي بقت تابعه بشكل ما لروسيا فيما بعد اللي هي روسيا بعد البلشفيه او الشيوعيه يعني. فبقت كلها جمهوريات شيوعيه لحد ما سقطت الشيوعيه في 89 مع سقوط سور برلين وتفكيك الاتحاد السوفيتي. بصوا كله رابط ببعضه، بصوا من امتى. المهم بريطانيا زعلت قوي، قالت ايه ده؟ فهجمت العثمانيين واقرت معاهدة جديدة تضم المعاهدة الأولانية وعليها شروط جديدة، ومضى الذليل اللي بيقول لك وقف وشهم كان بيمضي بسهولة جدا وكان بيحصل على منافع، اللي اسمه عبد الحميد مضى على معاهدة جديدة اسمها معاهدة برلين اللي هي برلين يعني في ألمانيا، بس كانت ساعتها برلين في ألمانيا الشرقية بقى يعني مش شرقية بس الدول اللي تابعة بشكل ما للاتحاد السوفيتي.
برلين بقى يا صديقي أسوأ وأضل من الأولى، وعليها شروط كتيرة تدخلت بقى بريطانيا. بالمناسبة برضه عشان تشوفوا التاريخ كله، ومش هحكي على السريع، بريطانيا عمد اتفاقية دفاع مشترك مع الأخ عبد الحميد اللي بيقولك حامي حمى الديار، بيها تنازل لبريطانيا عن قبرص. قبرص كانت ولاية تركية، ودخلت في معاهدة برلين ان يطلع بره والاملاك الاسلامية ومش عارف ايه، وقال لهم طب سيبوا قاضي شرعي لو في 2-3 مسلمين في الجزيرة تبقوا. قبرص اللي هي دلوقتي تماما مسيحية اوروبية خلاص. فعمل ايه؟ اداهم قبرص، ادى انجلترا قبرص. قبرص دي على بعد 430 كيلو ولا 340 كيلو من مصر، وده سبب يا عزيزي ان بعديها باربع سنين بس انجلترا دخلت مصر، لانه هو اداهم القاعدة اللي دخلوا بيها على مصر تماما فيما يسمى يعني الاحتلال الانجليزي لمصر. ايه رايك في عبد الحميد؟ جميل عبد الحميد ها؟ وهو كان يعلم مطامع انجلترا في مصر. كان يعلم مطامع انجلترا في مصر وفي قناه السويس وفي كل القصه اللي انت عارفها. فقالوا له هات قبرص بالذات، وهو عارف ليه واداها لهم، بس المهم ينجو بنفسي. ما هو مش مشكله حاجه بقى، اصل راجل دين وراجل تقوى. انت لسه بقى تشوف المذابح، انا كل ده بقول لك بس تاريخه الاسود يعني. خلاص؟ فقبل الزليل اللي اسمه عبد الحميد معاهدة برلين بأسوأ من شروط معاهدة سان ستيفان خلاص، وتنازل عن بلاد أكتر من اللي كانوا مفروض تبع الخلافة العثمانية. المهم عدي بقى عبد الحميد بقى حس بضيق قوي، قال روسيا ضغطت عليا وفرضي. نسيت أقول لك معاهدة برلين فرضت عليه برضو إصلاحات ناحية الأقليات والأرمن، وما عملهاش. حلو كده. فراح قايل ايه بقى؟ راح عامل ايه؟ قال لك انا الارمن هم اللي بيقولوا للروس والانجليز الكلام ده. ابتدى بقى يوهم نفسه ان الارمن هو اللي بيبعته للخارج، رغم ان قبل عبد الحميد كانت حكومه الدوله العثمانيه من كتر جمال الارمن وثقافتهم ودراستهم كان فيهم 23 وزير ارمني او ارمني يعني. خلاص؟ وطبعا طلع شويه حاجات سيئة في المخيال الشعبي بيسموه على الأرمن، وحتى لسه في للأسف أمثلة وأغاني شعبية فيها كلمة أرملي وأرمني. خلاص؟ المهم سيبك، ده الطبيعي يعني. فعبد الحميد عمل إيه؟ لما فضل ما ينفذش نص المادة 61، يعني المادة 61 دي لبرلين، معاهدة برلين اللي بتقول له على موضوع الأقليات والأرمن. فقال لك أنا هريح نفسي منهم قوي، فعمل حاجة جميلة قوي، خلي بالكم. دي المذابح اللي عمل عبد الحميد، وهحكي لكم الفرق بينه وبين المذابح التانية اللي هي مشهورة اللي هي برضو مصيبة كبيرة، بس بعد عبد الحميد اسمها مذابح الأرمن. هطلع فاصل ده وارجع لكم.